بسم الله الرحمن الرحيم. حرصاً من إدارة معهد المحاماة بالدقهلية برعاية وتوجيه وإشراف معالي النقيب حاتم بيه شوقي على الاستمرار في تسجيل المحاضرات الخاصة بالمعهد، إننا مستمرون في تسجيل هذه المحاضرات في الوقت الراهن. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن اختصاص القضاء الجنائي، واستكمالاً لهذا الموضوع الذي يعتبر من الأهمية بمكان من بين موضوعات القانون الجنائي، فإننا نتكلم اليوم عن أنواع الاختصاص الجنائي للقضاء المصري. بعد أن يثبت الاختصاص الولائي للقضاء الجنائي المصري، يعتد القانون في توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية المختصة ولائيا بنظر الدعوة بثلاثة معايير. هي المعيار الأول، وهو معيار خطورة الجريمة، فخصص لكل نوع من الجرائم محاكم لنظرها، وهذا ما يسمى بالاختصاص النوعي. المعيار الثاني، وهو معيار محل ارتكاب الجريمة أو مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض عليه. يبقى المعيار الثاني اللي هو مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض عليه، وهذا ما يسمى بالاختصاص المحلي أو المكان. المعيار الثالث، ويدور حول الصفة الشخصية للمتهم من حيث كونه مكتمل الأهلية أو لا يزال طفلا أو أنه من المدنيين أو العسكريين، وهذا ما يسمى بالاختصاص الشخصي. هنتكلم عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية المصرية، ويقصد بالاختصاص النوعي اختصاص المحكمة بحسب نوع الجريمة وفقا للتقسيم الثلاثي للجرائم. فتختص المحكمة الجزئية محكمة الجنح بنظر الجنح والمخالفات التي تنظر لأول مرة. وجدير بالذكر أن جميع المخالفات لا يمكن للنيابة العامة إحالتها إلى المحكمة، وإنما يجب عليها أن تصدر أمرا جنائيا فيه، ولكن لا يزال في الإمكان إحالة المخالفة إلى المحكمة عن طريق الإدعاء المباشر أو في صورة اعتراض المتهم على الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة. والعبرة في تحديد اختصاص المحكمة هي بالوصف الذي ترفع به الدعوة. العبرة في تحديد اختصاص المحكمة هي بالوصف الذي ترفع به الدعوة. ومع ذلك لا تتقيد المحكمة بالوصف الذي قامت النيابة العامة بإحالتها إلى المحكمة. فإذا قدمت جريمة إلى المحكمة الجزئية بوصف الجنحة، ورأت المحكمة أن الوصف الصحيح لها أنها جناية، فعليه أن تحكم بعدم الاختصاص بنظرها وإحالتها إلى النيابة العامة، كون هذا الفعل يشكل جنحة، كون هذا الفعل يشكل جناية. ومع ذلك فإن المحكمة الاستئنافية بدورها لا تتقيد بالوصف الذي أنزلته محكمة أول درجة على هذه الجريمة. فإذا طعن في هذا الحكم بالاستئناف، وقرت المحكمة الاستئنافية بأن هذا الفعل يشكل جنحة، فعليها أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة، ولا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيه. لا يمكن لهذه المحكمة، هي محكمة أول درجة، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيه بعد أن قامت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إليها، كون الفعل يشكل جنح. كما تختص محكمة الجنح بالنظر في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، إذا كانت قيمة المال موضوع الجريمة لا يجاوز 500 جنيه طبقا للمادة 118 مقررا من قانون العقوبات. وهناك محاكم الجنح والمخالفات المستأنفة، وتختص بنظر الاستئناف المرفوع ضد أحكام تلك المحاكم. وهناك أيضا محاكم الجنايات، وتختص بنظر جرائم الجنايات، وتحديد الفعل بأنه يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة يرجع فيه إلى نوع العقوبة. فمن المعلوم أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة تم استبدالهما بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بالقانون 95 لسنة 2003. والجنح هي الجرائم المعاقب عليها
بالحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه. عندنا جنح، طبعا عقوبة الحبس في الجنح لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانون. معنى ذلك إيه؟ يعني إيه معنى كلمة أو عبارة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا؟ معنى ذلك أن هناك من الجنح ما تزيد عقوبته على 3 سنوات. في جنح ممكن تكون عقوبتها 5 سنوات حبس أو 7 أو 10. عندنا جريمة انتهاك، حرمة ملك الغير، دخول عقار بقصد منع حيازته، هذه الجريمة بتصل فيها عقوبة الحبس إلى 10 سنوات. معنى ذلك أنها ما زالت جنحة، كون أن هذه الجريمة عقوبتها أكثر من 3 سنوات حبس فهي تظل جنحة ولا تشكل جناية. كما أن المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه. يبقى تحديد الفعل بأنه جناية أو جنحة أو مخالفة، هنا يتم النظر في إلى نوع العقوبة. إذا كانت الجريمة عقوبتها سجن مشدد أو إعدام أو سجن مؤبد أو سجن، فعلى طول دي بتكون جناية. وإذا كانت عقوبتها حبس يبقى جنحة، وإذا كانت عقوبتها غرامة لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه فهي تشكل مخالفة. وقد يحدث أن ترفع جنحة على سبيل الخطأ إلى محكمة الجنايات، فإذا تكشفت محكمة الجنايات بأن هذا الفعل جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص بنظره. أما إذا كانت هذه الجنحة المرفوعة على سبيل الخطأ بوصف الجناية إلى محكمة الجنايات، كانت محكمة الجنايات قد قطعت شوطا في تحقيقها فعليها أن تحكم فيه. يبقى عندنا محكمة الجنايات لها أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر الجنحة وحالتها إلى محكمة الجنح، وذلك قبل أن تجري أي تحقيقات فيه. أما إذا كانت محكمة الجنايات قد قطعت شوطا في تحقيق هذه الجنحة فعليها أن تحكم فيه. وهذا يدل على أن لمحكمة الجنايات ممكن تفصل في الجنحة قبل إجراء التحقيق فيها، وممكن تحولها إلى محكمة الجنح للفصل فيها باعتبارها هي المختص. عندنا برضك محكمة الجنايات إذا كانت الجنحة سبق لمحكمة الجنح أنقرت بعدم اختصاصها بنظرها لكون الواقعة تشكل جناية، فهنا محكمة الجنايات يتعين عليه أن تفصل في هذه الجنحة ولا تحيلها إلى محكمة الجنح، لأنها لو أحالتها إلى محكمة الجنح فإن هذه المحكمة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيه. يبقى محكمة الجنايات إذا قطعت شوطا من التحقيقات في هذه الجنحة يتعين عليه أن تفصل فيه، وإذا كانت الجنحة سبق وأنقرت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظرها لكون الواقعة جناية ورأت محكمة الجنايات أنها جنحة، فيتعين على محكمة الجنايات أيضا أن تفصل في هذه الجنحة، لأنها لو أحالتها إلى محكمة الجنح فسوف تقضي حتما محكمة الجنح بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيه. قد يحدث أن تصدر محكمة الجنح قرارا بإعادة الدعوة إلى النيابة العامة، فهذا القرار يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص. يعني محكمة الجنح إذا أصدرت قرار بإعادة الدعوة للنيابة العامة لكون الفعل يشكل جناية، هذا القرار يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص. هنا يتعين على النيابة العامة أن تطن على هذا الحكم اللي هو القرار أمام محكمة الجنح المستأنفات، ولا يجوز لها أن تعيد هذه الجنحة مرة ثانية إلى محكمة الجنح، لأن لو أحالته إلى محكمة الجنح دون أن تطعن في هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة فسوف تقضي محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيه. كما تختص محكمة الجنايات بنظر الجنح جنح الصحف والنشر التي تقع على غير أفراد الناس، وهذا استثناء على قواعد الاختصاص النوعي. يبقى محكمة الجنايات أيضا بتختص بنظر الجنح جنح الصحف والنشر التي تقع على غير أفراد الناس، والمقصود بعبارة غير أفراد الناس هم الأشخاص ذوي الصفة العمومية. كما تختص محكمة الجنايات بالجرائم المرتبطة بالجناية، كما تختص محكمة الجنايات
بنظر الجنح المرتبطة بالجناية حتى ولو كان الارتباط بسيطا، حتى ولو كان الارتباط بسيطا. أخيرا محكمة النقد، وتختص بنظر الطعون المقدمة ضد أحكام تلك المحاكم عدا الأحكام الصادرة في مواد المخالفات. وقد صدر القانون 74 لسنة 2007 وجعل لمحكمة أو أكثر من محكمة جنايات القاهرة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة اختصاص الفصل في الطعون بالنقد في الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون محكمة النقد. هذا القانون عدل بالقانون 7 لسنة 2016 وجعل مدة سريان ذلك 3 سنوات، ثم تم صدور قانون آخر رقم 165 لسنة 2019 ومد سريان العمل بهذا القانون لمدة 3 سنوات أخرى تبدأ من أول أكتوبر 2019 وتنتهي في 30/9/2022. عندنا طبعا في استثناءات على قواعد الاختصاص النوعي. أورد المشرع بعض الاستثناءات على قواعد الاختصاص النوعي، بعضها اختص بالمحاكم التي حددها دون غيرها، ومن هنا سمي اختصاصا استئساريا، والبعض الآخر أشرق مع المحاكم الجنائية المختصة أصليا بنظر الدعوى ومحاكم أخرى، ومن هنا سمي اختصاصا مشترك. بالنسبة للاختصاص الاستئساري عندنا جرائم جنح الصحف والنشر. جنح الصحف والنشر كانت جميع جنح الصحف والنشر قبل عام 1910 من اختصاص المحاكم محاكم الجنح العادية، ثم صدر القانون 27 لسنة 1910 وجعل لمحاكم الجنايات اختصاص النظر في كافة جنح الصحف والنشر. بعد عام 1925 قصر هذا القانون اختصاص محاكم الجنايات على جنح الصحافة والنشر التي تقع على غير أفراد الناس، وبالتالي بتختص محكمة الجنايات اختصاصا استثنائيا بنظر جنح الصحافة والنشر التي تقع على غير أفراد الناس. المشرع المصري استقى أحكام هذا الاستثناء من أحكام قانون الصحافة الفرنسي الصادر سنة 1881، وهذا القانون هو المعمول به حاليا. وأساس ذلك في فرنسا أن هيئة المحلفين بتكون في تشكيل محكمة الجنايات الفرنسية، وبذلك يعتبر في نظر القانون الفرنسي ضمانة للمتهم. عندنا أيضا من الاستثناءات على قواعد الاختصاص النوعي من قواعد من الاختصاص الاستئساري عندنا الجرائم الاقتصادية. لا يجوز لأي محكمة أخرى خلاف المحاكم الاقتصادية نظر أي دعوة ناشئة عن جريمة تختص بها المحاكم الاقتصادية طبقا لقانون المحاكم الاقتصادية، سواء كانت محاكم عادية أو استثنائية أو خاصة، إلا محاكم الأحداث. إلا محاكم الأحداث، يعني لو عندنا طفل ارتكب جريمة اقتصادية يبقى بتختص بها محاكم الأحداث دون المحاكم الاقتصادية. ولكن إذا ارتبطت الجريمة الاقتصادية بجريمة أخرى أشد منها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما لو ارتبطت جنحة اقتصادية بجناية، فينعقد الاختصاص بذلك إلى محكمة الجنايات العادية دون المحاكم الاقتصادية. يعني لو عندنا جريمة اقتصادية جنحة اقتصادية ارتبطت بجريمة أخرى أشد منها ولتكن جناية، يبقى المحكمة الجنائية العادية هي المختصة بالفصل في هذه الجريمة والمرتبطة بها. وهذا إعمالا لحكم المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا لخلو قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على انفراد المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم المرتبطة بالجريمة الاقتصادية التي تختص هي بنظره. أيضا هنتكلم على من ضمن قواعد الاختصاص النوعي، هنتكلم أيضا على
الاختصاص المشترك. الاختصاص المشترك عندنا جرائم، التي الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة طوارئ سواء الجزئية أو العليا. الأصل أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في القضاء في نظر كافة الدعاوى الجنائية، ولكن ليس ما يمنع من إشراك محكمة أخرى في النظر في هذه الجرائم. ليس ما يمنع من إشراك محكمة أخرى في نظر هذه الجرائم. بالاطلاع على قانون الطوارئ بنجد خلو قانون الطوارئ من أي نص ينص على انفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم التي يختص بها دون غيره، ومن ثم فهذه الجرائم تختص بها هذه المحاكم بجانب المحاكم الأصلية العادية. إلى هنا بتنتهي محاضرتنا، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.